السلام عليكم، معكم الفنان الشعبي داودي صغير، فنان شعبي مدينة الجديدة. تحية للجمهور اللي كيشاهدنا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وكنتمنى لكم عواشر مبروكة بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. نشكر جريدة الإلكترونية أشواقع اللي شرفوني اليوم في المنزل ديالي، كنقول لهم مرحبا بكم وألف مرحبا. المسيرة الفنية بديتها كجميع الموسيقيين، يعني كتكون الأعراس، كتمشي تحيا حفلات الأعراس، شوية بشوية كتبدا تطور في راسك، كتولي عندك بعد نظر، خصك تخدم في مهرجانات، خصك تشارك في التظاهرات، تشارك في هذه، ومن ثم بدات الانطلاقة. ولقيت راسي فيه، لقيت راسي في الفن الشعبي، يعني ما غلقاش راسي في شي لوك اخر، يعني من غير الفن الشعبي يعني لقيت راسي فيه، ودرت واحد البصمة فيه، يعني شت راسي بانني من غير الشعبي ما نقدرش ندير شي لون اخر. والموهبة راه بدات من انسان، كتبدا مع الموهبة من الصغر، كتشوف راسك بانك كتمشي هنا الحفلات، كتبغي يعني كتغني، كتمشي عند الدراري هنا لشي حفلة مثلا كينوضو كيقول لك نوض غني هادي، من تما شفت راسي بانني غادي نعطي في هذا الميدان. والسي اللي بديت فيه راه انا بديت في تقريبا في 2000 بديت يعني دخلت للدومين وبديت كنخدم وهادي، ولكن الانطلاقه الحقيقيه بدات عندي من مورا الفوز ديالي بجوهره طالونت في 2018. من تما بدات الانطلاقه الحقيقيه، بديت كنشارك في مهرجانات كثار، شارك في مهرجان مولاي عبد الله في 3 نسخ ديالو 2017 18 19، في مهرجان اتصالات فزت بجوهره طالونت في 2018، شاركت في المهرجان ديال جوهره الدولي المنصه ديال الازمور، من ثم بدات انطلاقه. بطبيعه الحال كنشكر الاخ والصديق، كنعتبرونا اخ سي عماد عبد الهادي، هو اللي مد ليا يد العون بزاف، هو اللي كان عنده الفضل انني نشارك في مهرجانات بحال مولاي عبد الله، يعني عنده واحد الفضل كثير، هو اللي مد ليا العون. وكنشكر حتى الدراري بزاف ديال نفس الجديده اللي عاونوني، اللي كنشكرهم واحد بواحد، وكنتمنى لهم التوفيق حتى هما في المسيره الفنيه ديالهم. بطبيعه الحال انتقادات كتكون، الانتقادات بالنسبه ليا ماشي غادا تهرسك، بالعكس كتزيدك على الزيمه باش تعطيك اكثر، باش تحاول تبحث، باش تحاول تقلب على راسك في هذا الدومين بزاف، باش تحاول تدخل يعني تكون عندك واحد البصمه تتبع الفنانين. يعني انتقادات بالنسبه ليا انتقادات كتعطيك عزيمه باش تبحث وتكون يعني عند حسن الجمهور كما بغى يشوفك. لا لقيت ضروري في يعني ملي كتكون صغير كتلقى مشاكل مع الوالدين، سيرتو الاب ديالي الله يرحمه يعني كان رافض الفكره انني نتبع الدومين، كان كيشوفك انك خصك دير شي حاجه اللي غادي تعيش بها، يعني في الدومين كان كيقول لك هذا الدومين ما عندك ما دير به. ولكن من بعد كما كنقولوا خلاك غادي في الدومين، كيشوفك واش تا غتوصل وهادي، وكون بقى معنا اليوم الله يرحمه كنا غيكون مفتخر بك. صدرت أغنية من كلمات الأخ يونس جفيري ومن الألحان ديال الأخت أسماء أشيبان، والتوزيع ديال اخي وصديقي محمد شاكيب الهلالي بالعنوان ديال شوفوا هاد الزين، راه كاينه في اليوتيوب في لاشين ديال مادريغال برو اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر، وراه كاينه اغنيه زوينه، كلمات زوينين، الحان زوينين. مرحبا. وشوفوا هاد الزين كي درت ليها، خلات قلبي حنين كل شي في ديها، وشوفوا هاد الزين كي درت ليها، خلات قلبي حنين كل شي في ديها، خميس وجمع واتنين يا يعني نفكر فيها، واللي ليها ليها حبيبتي كنبغيها، خلات عقلي طار يا شوفو كي دارت ليا،
شكرا. كنقول لهم شكرا لكم على جميع التعليق اللي كان بالنسبه ليا كيعطيوك واحد الدافع لانهم كيشجعوك اكثر. وبلا ما تفوتني المناسبه كنشكر اخي وصديق اللي تواعوني بزاف الاخ شاكيب الهلالي كيتواجد الان بالديار الامريكيه اللي يعني عاوني بزاف تسجيل ديال الاعمال درتو معاه العمل الاول درتو مع الشعبي والسينجل كان من الكلمات ديال الاخ يونس جفيري ومن الالحان ديال الاخت اسماء والتوزيع ديال الاخ شاكيب الهلالي اللي كنشكرو اللي مد لي يد العون توا بزاف اللي من هذا المنبر كنتمنى ليه التوفيق توا في الميدان ديالو وكيتواجد هو بالديار الامريكيه اللي كنبارك ليه رمضان عواش مبروكه بالصحه والعافيه وباش نتمنى ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.